السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبنا طلبه اولى سنه، وان شاء الله النهارده مع بعض هنتكلم في درس مهم جدا 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 عندنا، الا وهو درس العجله. ودرس العجله ده بوابه لدروس مهمه جايه قدام، ان كان تطبيقات العجله او تطبيقات الحركه بعجله منتظمه، تطبيقات على الحركه او عموما يعني معادلات الحركه بعجله منتظمه، او التطبيقات اللي فيها بقى المقذوفات والسقوط الحر والكلام الجميل ده، وطبعا قوانين نيوتن هنحتاج فيها العجله. فمهم جدا يا بطل تفهم يعني ايه عجله. فبالتالي كلمة عجلة ده يعني ايه؟ يعني انت بتستعجل حاجة، يعني من الاخر لو انت رايح مشوار واتأخرت في المشوار ده، البيت هيبعت لك اخوك الصغير يقول لك روح استعجله. يعني روح استعجله؟ يعني خليه يعجل من حركته. يعني ايه يعجل من حركته؟ يعني لو كان بيتلكع وبطيء خليه يسرع العملية، يزود سرعته. فالعجلة يعني زيادة السرعة. هل زيادة السرعة بس؟ لا، ونقصان السرعة. ايه ده مش فاهم؟ ما هو كلمة عجلة بالانجليزي يعني اكسلريشن. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني ايه اكسلريشن؟ ايوه يعني ايه برضو؟ عارف انت دوست البنزين؟ اه مستر عارف دوست البنزين مالها؟ اسمها الاكسلريتور. ايه ده مش فاهم؟ اسمها المسارع اللي هو بيسرع العربيه، اللي بيخلي العربيه تتسارع، اللي هو يعني تتسارع بقى. كلمه العجله اسمها التسارع برضو. يعني ممكن اقول له كلمه عجله او التسارع، يبقى درس العجلة اسمه درس العجلة او التسارع. يعني ايه تسارع؟ يعني بغير في السرعة. من اخر كلمة عجلة يعني بغير سرعة. يعني ايه بغير سرعة؟ حلو الكلام. فانت دلوقتي يا مستر قلت لي ان العجلة يعني لو انا متأخر هيخلوني اعجل في سرعتي، يعني اغير في سرعتي، ولو انا سايق عربية دوست على دوست البنزين يبقى انا بزود السرعة، او لو دوست على الفرامل يبقى انا بقلل السرعة. فاصبح دلوقتي عجلة يعني تغير سرعة. فانت فهمت كده من المقدمة ان كلمة عجلة مش السرعة ثابتة بقى، لا السرعة بتتغير. يعني لو انت سايق العربية هتلاحظ ان مؤشر السرعة دلوقتي ما هوش ثابت على الرقم، لا ده بتغير قدامك. او لو كان عداد رقمي هتلاحظ الارقام بتاعت السرعة بتتغير. فانت هنا في عجلة. اذا من الاخر كده لو جينا نتكلم بقى على العجلة، اذا عد معايا عندي التعريف ده اول حاجة، وتاني حاجة عندي القانون، تمام، وتالت حاجة قال لك عندي وحدة القياس. وحدة القياس. طب ورابع حاجة قال لك صيغة الأبعاد. ماشي يا سيدي. والحاجة اللي بعد كده بقى يا بطل قال لك أنواع العجلة. حلو قوي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لما أجي أتكلم معاك على تعريف العجلة هقول لك العجلة تعريفها هي تغير السرعة بالنسبة للزمن. يعني أقدر أقول له المعدل الزمني للتغير في السرعة. ده العجلة. أو السرعة التي يتغير بها الجسم في وحدة الزمن. فخلينا في التعريف ده اللي هو المعدل الزمني للتغير في السرعة. تمام؟ فالقانون عندنا بتاع العجلة طبعا اول حرف من العجله ايه؟ يبقى هم قايل له العجله ايه بتساوي. بس انا عشان اقول لك القانون تخيل معايا عربيه. تخيلت؟ اه. العربيه بادئه من نقطه هنا اهو، برضو يا جماعه والله ان الرسم كان حلو، وبس السبوره زي ما انت واخد بالك. السبوره بادئه السبوره ايه؟ العجله بادئه، العربيه بادئه من هنا بسرعه اسمها سرعه ابتدائيه في اي. يعني ايه في اي؟ مش فاهم. بص يا حبيب قلبي تعالى يا عم اهو، تعالى يا عم اهو، شايف ده حتى هنا كده، ده كده اهو يا عم، ده كده من الاخر، ده الاستنتاج اللي احنا هنتكلم عليه اهو. اجي اقول لك العربيه اهي بادئه من هنا بسرعه ابتدائيه، بس في لحظه من اللحظات هتيجي كده بالمنظر ده ويجي لها حاجه اسمها في اف، سرعه نهائيه. كلمه بدائي يعني انيشال، ابتدائي يعني، وكلمه نهائي يعني فاينل. فلما العربيه تبدا بسرعه معينه، البدايه بتاعتها اللي هي الفي اولانيه في واحد يعني اسمها في اي، فدي اسمها سرعه ابتدائيه. فالسرعه الابتدائيه اللي هي في اي رمزها في اي، يعني سرعه ابتدائيه في اي، والسرعه النهائيه رمزها في اف نسبه انها فاينل فيلوسيتي، ما السرعه يعني فيلوسيتي. فلما تلاقي كلمه في اي يبقى سرعه ابتدائيه، في اف سرعه نهائيه. فلما اجي اقول لك دلوقتي عند عربيه بتتحرك الفي 1 ليها اسمها في اي والفي 2 بتاعتها اسمها في اف، يبقى لما اجي اقول لك العجله القانون بتاعها الايه بتساوي، انا بقول لك المعدل الزمني للتغير في السرعه، يعني دلتا في على الدلتا تي، وكلمه دلتا في يعني في 2 ناقص في 1 على تي 2 ناقص تي 1 اللي هي تي، او كان بقول له في اف ناقص في اي على تي.
يبقى من الاخر قانون العجله قدامك اهي. بس الاهم الاخير ده اللي احنا نشتغل عليه على طول. حلو قوي. طيب ما تيجي نتكلم على وحدات القياس يا باشا. نتكلم هتخاف ولا ايه؟ اقول له وحده القياس بتاعه العجله هي المفروض يعني سرعه متر على الثانيه. حلو قوي. طيب وكمان في ثانيه تحت يبقى متر على الثانيه تربيع. حد يقول لي بقى لها مشتقات والكلام ده كله صح؟ ممكن اقول له كيلومتر على الساعه تربيع. سؤال النهارده بما ان احنا جينا لفقره سؤال النهارده حابب بس اشجع الناس اللي جاوبت صح في السؤال بتاع المره اللي فاتت. طبعا احنا رحنا نجيب التليفون عشان خاطر نشوف الناس اللي جاوبت صح ونشكر الناس اللي هي جاوبت صح. نجيب مثلا ايه الناس اللي هي جاوبت على السؤال بتاع المره اللي فاتت. سؤال المره اللي فاتت كنت بقول ايه هو او امتى القمر ها القمر يلف لفه كامله حوالين يعني يلف لفه كامله يعني حوالين الارض. فجينا وقلنا مستر عاوزها بالثواني فقلت لك بالايام برضو ايا كان اللي قالها بالايام او بالثواني. فاحنا عندنا ناس كتير ما شاء الله يعني جاوبت صح ما شاء الله. التعليقات كتير جدا مش عارفين نقول اسم مين ولا مين لكن احنا معنا ما شاء الله يعني عمر كساب وعندنا ابو محمد. ايه ابو محمد ده؟ وعندنا مين 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 وعندنا مثلا اسم منة الله محمود قالتها فعلا جميل. وفي يا جماعه احيانا اليوتيوب ما بيجيبش الاسماء بيجيبها بيوزر كده حاجات غريبه فاللي كاتب اسمه بنقول اسمه يعني. ومعانا امان برضو جاوبتها صح ومعانا برضو اغلب التعليقات ما شاء الله يعني الناس جاوبت صح تمام. وفي برضو بوسي احمد جاوبتها برضو مظبوط وناس كتير ما شاء الله يعني جاوبت السؤال صح. وطبعا يا جماعه الاجابه هو القمر عشان يلف دوره كامله حوالين الارض بياخد 27.3 يوم تمام كده بيكمل دوره. وعشان بقى احولها لل عشان احولها للثواني هقول له اضرب في 24 في 60 في 60 فيطلع معانا بالقل حسب الرقم. فبرافو للناس. النهارده بقى السؤال بتاعنا ازاي احول وده سؤال صعب شويه هشوف بقى الناس هجيبه ولا لا. ازاي احول من كيلومتر او ماشي من كيلومتر على الثانيه لمتر على الثانيه. اذا سؤال حلقه اليوم اهو يلا بينا. سؤال حلقه اليوم المره دي بقى اللي هيجاوب صح اول اجابه صح هاخده سكرين وعشان ايه يبقى احقاقا للحق يعني. ازاي احول من كيلومتر على الساعه تربيع الى متر على الثانيه تربيع؟ ازاي احول؟ كيفيه تحويل من كذا لكذا. ماشي ده سؤال النهارده. يلا يا عم نرجع بقى للشرح بتاعنا الجميل. بص يا حبيب قلبي جينا بقى لموضوع وحده القياس. عرفنا ان انت عندك ده او ده طبعا لها مضاعفات وكسور. تعال بقى نتكلم على صيغه الابعاد اللي انت عارفها من زمان الزمان. صيغه الابعاد يا مستر قال لك والله هي ثابته من زمان وكلنا عارفينها وحافظينها الا وهي ال تي اس سالب 2. ولو جينا بقى نشوف حته انواع العجله دي تعال نعملها هنا. انواع العجله طبعا الانواع هنتكلم فيها باستفاضه يعني وهتاخد مننا وقت حلو ودلوقتي وهنوضح الدنيا فيها. بس سريعا كده قلنا في نوعين، في عجله منتظمه وعجله غير منتظمه. والعجله المنتظمه ركز معايا كده قلنا في منها موجبه وفي منها سالبه وفي منها صفريه. اما الغير منتظمه انت مش عليك النوع بتاعها يعني مش عليك التفاصيل بتاعتها ولكن احنا كلامنا هيبقى اغلبه على المنتظمه والتوضيح بتاعها بقى. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. خش معايا بقى بطل في انواع العجله. انواع العجله بص يا حبيب قلبي انواع العجله اول حاجه عندنا هيبقى عجله زي ما قلنا منتظمه. طيب تاني نوع عندنا عجله غير منتظمه. بس انا هخلي العجله الغير منتظمه ديت في صفحه لوحدها عشان ناخد راحتنا في ايجاد العجله المنتظمه. يلا يا سيدي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. امسح امسح امسح. العجله المنتظمه من اسمها عجله
بتغير فيها سرعه الجسم بمقادير متساويه في ازمنه متساويه. زي ايه؟ هقول لك اهو. عشان نفهم الكلام ده تعالى كده نعمل جدول جميل. اجي اقول لك هنا في، هنا تي، هنا ايه. في عفوا في وتي وايه. يلا يا سيدي ركز بقى معايا. او نخلي مثلا تي ماشي، في اهو، تي اهو، ايه. بص لما اجي اقول له على سبيل المثال اول مره بتحرك بعربيه كانت السرعه 5 متر على الثانيه، ودي في اول ثانيه. الثانيه الثانيه بصيت على العداد لقيت العداد راح عند ال10. هنفترض ان في عداد للعربيه وليكن بمتر على الثانيه. تاني عداد لقيت نفسي بقطع 10 متر على الثانية في تاني ثانية يعني. وفي الثانية الثالثة لقيت السرعة بتاعت العربية 15. وفي الثانية الرابعة لقيت السرعة بتاعت العربية 20. وفي الثانية الخامسة لقيت السرعة بتاعت العربية 25. ايه ده ايه ده ايه ده؟ قصدك يا مستر؟ قصدي ان انا لما اجي ابص على كل لحظة او كل ثانية العجلة بايه؟ 5 على 1 فال 5. 10 على 2 فال 5. 15 على 3 فال 5. خمسة خمسة بس. خمسة 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 قدامك اهو يا عم. خمس خمسات اديها بقى لأي حد بيشوفك بتذاكر او بيشوفك بتجاوب مع المستر وادي له المسألة دي. قول له دول قد ايه؟ قول له خمس خمسات والنهارده الخميس الساعة 5. ركز معايا. فأصبح دلوقتي أنت عندك خمس خمسات قدام حضرتك. ده معناه إن العجلة ثابتة، عجلة منتظمة ما بتتغيرش. فلما أجي أرسم الرسمة الجميلة بتاعتنا رسمة ال V مع ال T على سبيل المثال اهو، هما قايل له أول حاجة عندي يا مستر وليكن ده صفر، بعد كده أرقام قدامك أهي، وهنا أرقام قدامك أهي. يعني لو الثانية واحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة هخلي السرعة 5 10 15 20 وفوق. طبعا انت واخد بالك كام؟ برافو عليك 20 اهو. فوق كام؟ 25. وده الفي بمتر على الثانيه. اجي ابص على الرسمه عندنا تبقى عامله ازاي؟ اول حاجه 1 و5، ثاني حاجه كده بالمنظر ده. اجي ابص من اخر الرسم كده، الرسمه قدامي منتظمه بالشكل ده كده. ماشي يا سيدي، ده رسمه السرعه المنتظمه. يعني السرعه بتتغير بمقادير متساويه في ازمنه متساويه، تمام؟ هنا بقى عندي حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها الميل. حاجة اسمها ايه يا مستر؟ الميل. يعني ايه؟ الميل، وقف بقى كده عشان في أسئلة كتير بتيجي هنا. كلمة ميل يعني فرق الصادات على فرق السينات. يعني لما أجي أقول له هنا في الرسمة دي الميل الستوب بيساوي فرق الصادات على فرق الاستناد، متساوي لإيه؟ يعني لما أقسم ده على ده هيديني العجلة. فالميل في كل لحظة، الميل هنا والميل هنا والميل هنا، خط مستقيم، يبقى الميل ثابت. عاوز اجيب الميل بقول له ظل الزاوية التي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات او فرق الصادات على فرق السينات. يبقى في مسائل الميل بتتكرر كتير. بقول له الاستوب اما الصادات على السينات كارقام او كرموز او ميل، او ممكن اقول له تان الزاوية. تان سيتا. وما هي السيتا؟ هي الزاوية دي، دي السيتا. طيب. إذا هنا في سؤال مهم جدا بيجي بيتكرر. تعالى نشوف انواع الأسئلة اللي بتجي لك يعني. اجي اقول لك عندنا جسمين يمكن تمثيلهما بيانيا، هنا الفي وهنا التي. ماشي يا سيدي. لما اجي اقول له مثلا ده الجسم الاول ده الجسم الثاني، ده جسم اكس ده جسم واي. ماشي يا عم. اذا علمت ان الرقم ده يا سيدي 15، الزاويه دي كده 15، طب والزاويه دي كام؟ 30. اجي اقول له هو عاوز عجله اكس على عجله واي. احسب عجلة اكس على عجلة واي. السؤال بيقول لك ايه؟ في الشكل المقابل يمثل حركة جسمين اكس وواي، ومن الشكل المقابل اوجد نسبة اكس على نسبة واي. نسبة عجلة اكس على عجلة واي يبقى ايه؟ اكس على عجلة على ايه؟ واي. طيب زي الفل. هو قال له مستر بما ان الاي اكس او عموما يعني من الرسم الاسلوب بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، يعني في على تي، يعني في نفس الوقت بتساوي الايه؟ وفي نفس الوقت بيساوي تان الزاويه. طب انت عاوز تجيب انهي؟ تان سيتا. ركز بقى معايا كده في الحته دي. هاخد دي كده
اهو طلع دي كده. طيب بص، وده اللي هو عاوزه كده كده، ده اللي هو عاوزه. الحل بقى، بص يا مستر، انت عاوز تجيب ايه؟ طبعا هنا في على تي، في على تي. انت عاوز تجيب ايه؟ عاوز اجيب ايه اكس على ايه واي. طب ما هو ايه اكس ممكن اقول له هو عباره عن ميل اكس، ما هو الستوب بتساوي ايه؟ بتساوي تاني زاويه. فلما اجي اقول له ستوب اكس يبقى كاني بجيب ايه اكس، يعني بجيب زاويه اكس. فعشان اجيب ايه اكس على ايه واي كان هقسم تان زاويه اكس سيتا بتاعت اكس على تان زاويه واي سيتا بتاعت الواي بتساوي. هي تان اكس بكام يا جماعه؟ 45. يبقى تان 45 الزاويه دي كلها ميل المستقيم على الاتجاه الموجب لمحور السناد، ده الموجب بتاع السناد وده الزاويه، فهم قالوا دي كده يا جماعه الزاويه اللي عندنا دي ب 15. بس انا مش عاوز دي، انا عاوز دي كلها. ما 15 زائد 30 45، يبقى تان 45 على تان سيتا واي. حلو، عارف ايه المقصود بتان سيتا واي؟ والله يا مستر تان زاويه واي اللي هي الزاويه 30 على تان 30 تطلع في الاغلب 1 على جذر 3. عفوا، تطلع جذر 3. جذر 3. حلو الكلام، حلو الكلام. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى بقى ادخل معايا في انواع العجله المنتظمه. انواع العجله المنتظمه، سؤال مهم جدا. انواع العجله المنتظمه، في نوع عندنا اولاني اسمه عجله منتظمه موجبة، ودي بنسميها السرعة فيها بتزيد يعني سرعة تزايدية. ودي بالظبط عشان نفهمها كأن عندي سواق دايس على دواسة البنزين والسرعة عمالة تزيد، يعني المؤشر بتاع السرعة بيزيد. يعني اجي اقول له يا مستر بمنتهى البساطة والشياكة والأناقة رسمتها هتبقى عاملة ازاي يا باشا؟ اول مرة اجي اقول له هنا الفي هنا التي. فلما يكون السرعة هنا بصفر والفي اي بيكون برقم صغير وليكن صفر، بعد كده السرعه تزيد لغايه لما توصل لرقم، يعني اول سرعه اللي هي بتبدا عند صفر يا جماعه هي كانت بصفر، بعد شويه بعد مرور فتره زمنيه معينه السرعه زادت بقت في اف رقم كبير، يعني وليكن ده في اف وده في اي. اذا الرسمه ديت رسمه السرعه التزايديه. ايه اللي بيميزها؟ والله اللي بيميزها ان السرعه النهائيه اللي هي رمزها في اف اكبر من الفي اي. طب ايه تاني اللي بيميزها؟ ده الشرط بتاعها. اللي بيميزها او في كلمات اتقالت او لو اتقالت اعرف ان انت في الحته ديت، لو قال لك جسمك اتحرك بعجله وبدا من سكون، كلمه بدا من سكون يعني السرعه مسيرها هتزيد. وبدا من سكون دي الفي اي بصفر. وبعد شويه هتزيد فهو بيزيد. وفي نفس الوقت لما يقول لك دوست البنزين، لو الشخص داس على البنزين. الحاجات دي بتاكد لي ان انا شغال على السرعه التزايديه اللي هي العجله المنتظمه الموجبه. طب ما تيجي نشوف النوع الثاني الا وهو العجله المنتظمه السالبه. ودي بنسميها سرعه ايه بقى؟ سرعه بتقل تناقصيه. نفهمها ازاي يا حبيب قلبي؟ واحده واحده. اما اجي اقول له هنا تي وهنا في، هو سرعة تناقصية يعني كان الأول سرعة كبيرة، يعني لما كان الزمن بصفر السرعة كانت رقم كبير، يبقى صفر وأي رقم كبير من السرعة دي الفي أي بقى كبيرة، وبعد مرور الوقت السرعة بتقل بالمنظر ده، فالفي اف هنا رقم صغير جدا. يبقى إيه اللي بيميزها؟ والله يا مستر اللي بيميزها إن الفي بقى اف المرة دي أقل من الفي أي، يعني الفي أي هي الكبيرة. طب إيه تاني اللي بيميزها؟ لما أجي أقول له توقف بعد فترة أو دوست الفرامل، والفرامل كأنها حاجة اسمها الكابح. حاجة اسمها الإيه؟ الكابح أو المكابح يعني. والحاجة التانية لما أقول لك توقف الجسم بعد فترة، ما هو توقف دي يعني كان ماشي بسرعة كبيرة وبعد كده السرعة النهائية بقت بصفر، ده معنى كلمة توقف. ماشي يا سيدي، كده أنت عرفت النوعين، عجلة منتظمة وموجبة، عجلة منتظمة سالبة. وفي نوع التالت بقى اللي هو العجلة الصفرية، يعني من الآخر مفيش عجلة،
ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده مفيش عجله يا مستر، يعني هو دلوقتي سرعته ما بتتعجلش؟ اه يعني سرعته ثابته. صح، مفيش عجله يعني عجله صفريه، ودي معناها ان السرعه منتظمه، سرعه ثابته. يبقى هنا في الحاله ديت هقوم قايل له سرعه منتظمه او بنسميها سرعه ثابته. طيب يا سيدي رسمتها عامله ازاي يا حبيب قلبي؟ ما هو بالاسم، لو قلت له هنا في وهنا تي، الرقم بيكون ثابت كده بالمنظر ده، كده بالشكل ده، كده بالحلاوه دي، رقم ثابت اهو. وهنا ايه اللي بيميزها؟ هنا اللي بيميزها ان الفي اف تساوي في اي. بس 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 اهو يا عم، اهو اهو الفي اف بتساوي ايه؟ في اي. ماشي، بكده يا شباب عرفنا انواع العجله بصوره منتظمه وصوره حلوه وصوره لذيذه، وانت فهمت كده انواع العجله اللي معايا. بس ركز معايا الله يبارك لك. دايما لما تكون العجله منتظمه وموجبه فالفي اف اكبر من الفي اي، يعني هنا السرعه تزداد، سرعه تزايديه. انا هنا عاوز اتكلم بس في حته مهمه جدا، ركز معايا كده. هكتب اسيب لها صفحه اللي هي اتجاه السرعه والعجله. سؤال بيجي كتير جدا وبيلخبط الناس، فانا هحسمه لك بقى. انا اعتبر ما بديلكوش مسائل، فانا اهو هدلعك كده بافكار تشوفها تغمض عينك ان شاء الله، يعني قدام او في فيديو قدام ان شاء الله نعمل حصه كده نجمع فيها افكار مسائل حلوه ونحطها مع بعض باذن الله. بس طبعا دعواتكم كده وحبايبنا طلبه اليوتيوب، تشير الفيديو على قد ما تقدر. يعني لو انت شيرت الفيديو في خمس ست جروبات يا عم خليها خمس جروبات، شيرت الفيديو في خمس جروبات انت متواجد فيهم وبعت لنا سكرين شوت بالتشير اللي انت عملته ده، هيبقى ليك مننا حاجه حلوه. طلبه اولى ثانوي ويوتيوب ده كده حاجه مني ليك اهو. ربنا والله يا ربنا يعلم، احنا في ظل الضغط اللي احنا فيها بنصور لثانيه وبنصور لثالثه، لان احنا شغالين منصه ثانيه وثالثه، مفيش منصه اولى ثانوي. وباذن الله احنا ممكن من الترم الثاني نبدا نظبط موضوع منصه الاولى ثانوي، لان في ضغط كبير جدا علينا من طلبه اولى ثانوي. يا مستر عاوزين منصه، عاوزين نحل اسئله. فربنا يعلم كم الجهد اللي احنا بنعمله وكم الوقت اللي احنا بناخده من نومنا ووقت من اكلنا ووقت عشان خاطر نصور لك حصه، لان طلبه اولى ثانوي معانا يعني بيشكروا في الشرح الحمد لله، يعني بفضل الله، وحابين يعني الشرح، محتاجين بس ايه تنزيل فيديوهات باستمرار، وده ان شاء الله اللي هنعمله الفتره الجايه. بس بعد اذنك بقى قدر ده وشير الفيديو لزمايلك على قد ما تقدر، ولو شيرته في خمس جروبات انت متواجد فيهم او على الواتس او كده شير لي او خد السكرين وابعت لي، وليك مننا مفاجاه حلوه جدا ان شاء الله يعني تعجبك. تعالى بقى نتكلم في النوع الثاني من العجله. احنا قلنا اول نوع عندنا الا وهو العجله المنتظمه. ماشي، النوع الثاني يا مستر الا وهو العجله الغير منتظمه. يا باشا ولا يفرق معايا ايه هي العجله الغير منتظمه. لو انت جيت تبص، يعني تعالى نرسم الرسمه بتاعتنا. هنا في، هنا تي، هنا ايه. لما اجي اقول لك على سبيل المثال هنا مثلا اول ثانيه 5 وبعد كده 20 بعد كده 60 بعد كده 90 بعد كده وليكن 120 130، استنى الخمسه. هنا بقى هتلاحظ العجله بارقام مختلفه كل شويه، الارقام عماله تختلف هنا. فاول ثانيه مشي 5 متر، السرعه كانت 5 متر على الثانيه، الثانيه الثانيه 20 متر على الثانيه، يعني فرق 15، بعد كده فرق 40، بعد كده فرق 30، بعد كده فرق 40. فعندك التغير بصوره غير منتظمه. فالعجله الغير منتظمه تعرفها هي العجله التي يتحرك بها الجسم عندما تتغير سرعته بمقادير غير متساوية في أزمنة، برافو عليك، متساوية أو العكس. إيه هو العكس يا مستر؟ هي الحركة أو العجلة التي تتحرك بها الجسم عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية في أزمنة غير متساوية. هعكس بقى حتة الإيه؟ المتساوي والمش متساوي ده. طيب، صلى على حياتك النبي عليه الصلاة والسلام. لو جينا نرسم رسمة ال V مع ال T، وما يقول له هنا ال V وما يقول له هنا ال T، اوتوماتيك الرسمة بتكون عاملة ازاي؟ بتكون جاية لك كده بالشكل ده، تمام؟ أو ممكن شكل كده مثلا، أو ممكن كده، أو ممكن كده.
تغير غير منتظم. اي شكل غير الاشكال دي، يعني بالاخر كده هما قايل له اي شكل باستثناء الاشكال دي، باستثناء ده طبعا هنا في او تي، او استثناء ده او استثناء ده طبعا، لان ده كده سرعه لو انت اخدت بالك يعني اهو، سرعه منتظمه موجبه منتظمه سالبه سرعه ثابته او صفريه، عجله ثابته او صفريه، يبقى سرعه تزايديه سرعه تناقصيه، عجله ثابته اللي هي سرعه، عجله صفريه اللي هي سرعه ايه، سرعه ثابته. يبقى كده عرفنا العجله غير منتظمه. تعال بقى نشوف الجزء الجميل اللي هو اتجاه السرعه والعجله. بص يا حبيب قلبي، الله مستر اتجاه السرعه والعجله ده انت لو جيت تبص عليه ممكن نثبت حاجه مهمه جدا، ملحوظه مهمه. شغلنا دايما يعني في شغلنا هنا في الدرس، يعني في الدرس اللي هو بتاع العجله، بنثبت دائما ان اتجاه الحركه او في الاغلب يعني هو الاتجاه الموجب. يعني في شغلنا هنا بنثبت في الاغلب، بنثبت في الاغلب ان اتجاه الحركه هو الاتجاه الموجب. يعني ايه بقى؟ هقول لك اهو يا سيدي، بص يا حبيب قلبي، يعني لو قلت لك عربيه اهيت، ركز معايا، رسمنا العربيه كده، هي كده ماشيه في الاتجاه الموجب، يعني اتجاه السرعه موجب. ولو قلت لك العجله موجبه يبقى انت تفتكر السرعه بيحصل لها ايه؟ السرعه تزداد. يعني نقول له ملحوظه هامه، اذا كانت اتجاه السرعة والعجلة موجبين، أو نقول له في نفس الاتجاه، إذن تفتكر إيه اللي هيحصل؟ السرعة تزداد. طيب أنت لو أخدت بالك إذا كانت اتجاه السرعة والعجلة في نفس الاتجاه، يعني في الاتجاه الموجب، يعني الاتنين موجبين، يعني العجله والسرعه موجبين. طيب تذكر بقى ملحوظه هامه جدا بقى، الاصل عندنا ان لو السرعه والعجله نفس الاتجاه السرعه تزداد. طب لو جيت قلت لك بقى اذا كانت اتجاه السرعه والعجله، السرعه موجبه والعجله سالبه، ده معناه السرعة تقل. ماشي، تعال هنا بقى، ميم ها جيم ألف، ملحوظة هامة جدا قوي 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 كمان. يعني الأصل عندي إن لو اتجاه السرعة والعجلة نفس الاتجاه السرعة تزيد. طب لو اتجاه السرعة والعجلة عكس الاتجاه السرعة بتقل. طب لو قلت لك بقى إذا كان اتجاه السرعة والعجلة سالبين، ما هو اتجاه السرعة والعجلة سالبين يا مستر، انت في نفس الاتجاه برضو، يعني ده معناه ان العجلة والسرعة نفس الاتجاه، فانت هنا لسه في نفس البند الاولاني، يعني في الحالة ديت السرعة تزداد. يعني الاخر لو العجلة موجب و تعالى كده نعملها بلون احمر عشان يفضل ثابت معانا، خلاصة الكلام ده كله ايه بقى؟ لون مختلف خالص اهو. هنا لو ال V السرعة موجب والعجلة موجب، إذا السرعة تزداد. طيب ال V وليكن موجب والعجلة سالب، السرعة تقل. طب هنا بقى لو ال V موجب، أو نتكلم مثلا ال V سالب والـ A سالب، يعني الاتنين سالبين يعني السرعة تزداد. يعني هنا برضو الاتنين نفس الاتجاه. حلو أوي الكلام ده. ملحوظه بقى، نختم بقى الكلام الجميل بتاعنا عشان خاطر نشوف حل الاسئله ونشوف يعني المتبقي بقى حل المسائل. تعالى كده بالمنظر ده، وتعالى كده برضو بالمنظر قدامنا ده، خليهم سلايد اكتر، وانا اخليه برضو سلايد اكتر بالشكل ده. ايه ده ايه ده ايه ده
ايه ده ايه ده ايه ده لا مؤاخذه هنلعب احنا بقى كده ده وده تعال هنا نمسك جسم نسيبه ينزل كده وهنا نمسك جسم نزقه من هنا كده وهنا نترك الجسم صلى على النبي عليه الصلاه والسلام هنا بقى في الحاله ديت عند ترك الجسم يتحرك على مستوى مائل وهنا عندما يدفع الجسم على مستوى مائل ايه الفرق يا مستر هنا عندما يترك الجسم اعلى مستوى مائل وهنا عندما نقدر نقول يعني يدفع بجسم الكره يعني اسفل مستوى مائل لاعلى يعني هنا اسفل لاعلى لو اخدت بالك وليكن لو فرضنا ان ده اتجاه السرعه موجب فهي بتتحرك في الاتجاه ده وفي نفس الوقت اللي بيحركها في الاتجاه ده عجله الجاذبيه يعني العجله برضو في الاتجاه الموجب اذا هنا في الحاله ديت السرعه والعجله في نفس الاتجاه اذا ايه اللي هيحصل بالمنطق هتزيد بتنزل بسرعه زياده اذا السرعه تزداد تعالى هنا بقى انا بدفعها في الاتجاه اللي هو اللي السرعه فيه سالبه مثلا وفي نفس الوقت العجله تحت في الاتجاه الموجب عجله الجاذبيه في الموجب فاصبح دلوقتي العجله والسرعه عكس الاتجاه هم قالوا دلوقتي السرعه والعجله في اتجاهين متضادين اذا السرعه تزيد ولا تقل تقل واضح جدا منطقي لو انا مسكت جسم على مستوى مايل وطلعته فوق هينزل اهو شايف اهو بطلع ممكن يقع مننا قلب هطلع فوق وينزل تاني انما هنا لو سبته بينزل لمستوى تحت كده بسرعه كبيره طب كده يعتبر غطينا مع بعض الافكار بتاعه العجله تعالى بقى نشوف سؤال حلو قوي على العجله بيقول لك ايه بيقول لك يتحرك جسم بسرعه يتحرك جسم بعجله منتظمه خلال 4 ثواني وصلت سرعته الابتدائيه طبعا قبل ما انسى كلام حاجه مهمه جدا ركز معايا يتحرك جسم بعجله منتظمه خلال 4 ثواني وصلت سرعته النهائيه 9 امثال سرعته الابتدائيه فان عجله تحركه نقط فان عجله تحركه نقط سرعته الابتدائيه قد ايه من سرعته الابتدائيه صلى على النبي الحل ايه يا مستر بتساوي دلتا في على دلتا تي حصل طب مش الدلتا في عباره عن ايه في اف ناقص في اي على دلتا تي على التي اللي عندي بكام على التي عموما هيعمل طيب الفي اف بكام 9 امثال 9 في اي والفي اي بفي اي على التي اللي هي 4 ثواني يعني كان عندي 8 في اي لان 9 في اي ما هو قال لك دلوقتي سرعته النهائيه في اف 9 امثال في اي اهو يا عم على 4 يعني 8 في اي على 4 يعني 2 في اي انت قصدك الاي تساوي 2 في اي يعني ضعف يبقى الاجابه ضعف وصلت وصلت طيب طب يا مستر الافكار العليا هنا بتيجي فين الافكار العليا بتجي لك هنا حاجه اسمها ايه السرعه المتوسطه ركز بقى معايا كده هنتكلم على السرعه المتوسطه صلى على النبي عليه الصلاه والسلام السرعه المتوسطه اخذنا لها قرن قبل كده رمزها في داش فاصبح السرعه المتوسطه اللي هي في داش انت اخذتها انها بتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي او الازاحه الكليه على الزمن الكلي على حسب هو طالب ايه لو اقول لك المتجهه ولا العدديه تمام
يبقى السرعه المتوسطه. نخلي بقى نتكلم على الازاحه الكليه على الزمن الكلي. ماشي يا سيدي. وفي نفس الوقت بقى في حاجه اسمها سرعه متوسطه مهمه جدا لازم تحطها في الاعتبار. اي متوسط انت اخدته قبل كده عباره عن المجموع على العدد. يعني ايه؟ يعني اقول لك مثلا عندي جسم متحرك بسرعه ابتدائيه معينه وماشي بعجله منتظمه، ففي زياده منتظمه في السرعه وصلت لسرعه نهائيه، فاصبح في سرعتين، سرعه ابتدائيه وسرعه نهائيه. فانت دلوقتي بين السرعه الابتدائيه والسرعه النهائيه في كام سرعه؟ 2. فهقوم قايل له مجموعهم اللي هو في اف زائد في اي على 2، يبقى انت كده جبت السرعه المتوسطه. يعني ممكن اقول له السرعه النهائيه زائد الابتدائيه على كام؟ على 2. يعني من الاخر تساوي في اف زائد في اي على 2. ماشي. يبقى كده قانونين مهمين جدا للسرعه المتوسطه حلوا معانا افكار عاليه قوي ورايقه قوي. وتعال ما نحل كده فكره من ضمن افكار كتاب الامتحان، ويمكن ده اخر مساله كتاب الامتحان برضو افكار عليا، افكار عليا وحلوه يعني محتاجه تركيز. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. السؤال معانا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الشكل المقابل يمثل العلاقه بين الازاحه الكليه والزمن اللي عندي، يعني الازاحه بتاعت الجسم والزمن. لجسم بدا حركته من سكون، طبعا انت عارف بدا من سكون يعني الفاي بتساوي صفر. دي مساله مهمه. مثال هام. طبقا للشكل المقابل الجسم بدا حركته من سكون بعجله منتظمه، فتكون قيمه العجله بتساوي كام؟ بص يا حبيب قلبي، هو انت لو اخدت بالك هو عاوز قيمه العجله. عاوز قيمه العجله. والله يا مستر انا ممكن اشغل دماغي بطريقه حلوه قوي. ازاي؟ والله يا مستر المساله اصلا كل حاجه قدامك مديني الازاحه الكليه للجسم عملها والزمن الكلي معايا. فاقول له الحل الفي داش بتساوي ايه؟ الازاحه الكليه اللي هو كام؟ 30 على الزمن الكلي اللي هو كام؟ 8. فانا كده جبت العجله او نقدر نقول السرعه المتوسطه 30 على 8. يعني انت بتتكلم دلوقتي 15 على 4 يعني 7.5 على 2 يعني 3 75. ماشي، ده كده عباره عن قيمه ال 30 على ايه؟ على 8. هايل قوي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. مطلوب منك ايه بقى بعد كده؟ هقول له برضو بما ان ايه بقى؟ الفي داش تساوي لك في اف زائد في اي على 2. مش انت عاوز تحسب العجله؟ انا عاوز احسب العجله. ما العجله بتساوي في اف ناقص في اي على دلتا تي على تي، والتي معايا ب 8. فانا لازم اجيب في اف، وكده كده في اي معايا بصفر ومعايا التي ب 8، فانا عاوز اجيب الفي اف. اعرف هجيبها من حته بقى السرعه المتوسطه. الفي اف الفي داش بكام يا جماعه؟ والله الفي داش يا مستر جبناها ب 3.75. الفي اف بكام؟ عاوزها الفي اي بدا من صفر على 2. اذا من هنا اعرف اجيب الفي اف. هم قايل له 3.75 في 2 يعني انت بتتكلم بالظبط 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 7.5 يا مستر. اذا هروح اعوض جري في العجله. هم قايل له 7.5 في اف اللي هي 7.5 جبناها من السرعه المتوسطه ناقص في اي اللي هي صفر على التي اللي هي كام؟ 8. ف 7.5 على 8 لما اجي اقول له 7.5 على 8 اوتوماتيك الناتج كام بقى؟ طلع 9.10 اللي هو بالظبط كام 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 كده ركز معايا يا بطل. لو قلنا مثلا ايه 15 على 16 بالظبط طلع 15 على 16 متر على سنة تربيع. فكده بفضل الله وجدنا العجله. عملت ايه؟ طبقت القانون ده، قلت له الفي داش بتساوي الازاحه الكليه على الزمن الكلي وفي نفس الوقت بتساوي ده. فلو انت عاوز تعملها في خطوه واحده وتكون بقى بطريقه شيك كده، اقول له يا مستر ركز بقى معايا، بما ان في داش بتساوي في اف او الازاحه الكليه على زمن كلي دي كليه على تي كليه وبتساوي في اف زائد في اي على 2. اذا الازاحه الكليه بكام من الرسم؟ 30. زمن كل كام؟ 8. بتساوي في اف بكام؟ انا عاوزها زائد في اي بدا من صفر على 2. اقسم ده او جيب في اف لوحدها من هنا من لما سويت الاثنين دول ببعض طلعت معانا 3.75 متر على الثانيه. ده كده الحل اهو. بعد كده رحت لايه بتساوي في اف ناقص في اي على 2 واشتغلت طلع 15 على 16. وديت من ضمن مسائل او الافكار بتاعت الافكار العليا والافكار العليا عندنا. تمام كده يا شباب خلصنا. وحب اقول لك بقى انت محتاج افكار عليا ومسائل كتير على العجله انا عارف وعلى السرعه والحاجات اللي فاتت.
لو لقيت في اقبال كبير جدا على المشاركه وناس كتير شاركت الفيديو شاركت القناه عموما يعني والفيديو على الجروبات اللي هي موجوده فيه سواء كان جروبات تليجرام او جروبات فيسبوك وبعتوا لنا باذن الله باذن الله هنخلي حصص للحل وهنوجد وقت باذن الله نحاول قدر الامكان نوجد وقت طالما الدعم موجود ان شاء الله يعني باذن الله هنوجد وقت عشان خاطر نحل او انزل لكم حصه مراجعه محترمه على السرعه والعجله. لو لقيت في مشاركه كبيره جدا على الفيديو ده والجروبات كلها موجوده باذن شيرت عليها اللي موجوده الجروبات اللي انت موجود فيها يعني وبعت لنا ان انت عملت مشاركه باذن الله باذن الله هنحل او هنعمل حصه مراجعه محترمه على افكار السرعه وافكار العجله قبل ما ندخل في الدرس القوي جدا بتاعنا الا وهو معادلات الحركه بعجله منتظمه. تنساش بقى تضغط لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو ما كنتش مشترك عشان اللي جاي باذن الله مفاجات قويه جدا. نشوفكم ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله شباب على خير ويا رب دايما كده في صحه وعافيه وتفوق دائم باذن الله. سلام.